قنوت الفريضة. قال الإمام الحسين عليه السلام: اللهم منك البدء ولك المشية ولك الحول ولك القوة، وأنت الله الذي لا إله إلا أنت، جعلت قلوب أوليائك مسكنا لمشيتك ومكمنا لإرادتك، وجعلت عقولهم مناصب أوامرك ونواهيك، فأنت إذا شئت ما تشاء حركت من أسرارهم كوامن ما أبطنت فيهم، وأبدأت من إرادتك على ألسنتهم ما أفهمتهم به عنك في عقودهم، بعقول تدعوك وتدعو إليك بحقائق ما منحتهم به. وإني لأعلم مما علمتني مما أنت المشكور على ما منه أريتني وإليه آويتني.